أيها الإخوة المؤمنون، وفي مثل هذا الوقت يطيب الدعاء ويطيب الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم. نبقى حتى يؤذن بميلاد فجر جديد بصحبة المبتهل الشيخ سعيد حافظ مع هذه الابتهالات والأدايا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا خاشعا ولساني ناداك
فإن العفو من شأن